وهنروح لخبر من وزارة التنمية المحلية، واللي أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مبادرة شباب الخير، وده لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على المصريين، وده بتنسيق مع المجلس الوطني للشباب في إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في المحافظات لخدمة المواطنين. احنا هاتفيا بينضم إلينا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة. برحب بحضرتك طبعا يا دكتور، وإيه تفاصيل هذه المبادرة؟ أهلا وسهلا بحضرتك أستاذينا، وكل سنة وحضراتكم طيبين وعلينا في محافظات مصر بخير وصحة وسلام. هو طبعا المبادرة شباب الخير لتوفير السلع الغذائية بأسعار ملائمة خلال الشهر الفضيل، دي مبادرة جت يعني برعاية معالي الوزير افتتحها طبعا لتنفيذ توجيهات سيادة الرئيس فيما يتعلق بوزارتي التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها للمواطنين خلال شهر رمضان إن شاء الله بأسعار. مين المستهدف من هذه المبادرة يا دكتور؟ طبعا المستهدف من هذه المبادرة يا فندم أهلنا من المواطنين محدودي الدخل وأماكن تمركزهم، كمان الأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى ذلك كمان بالإضافة إلى كل هذا وذاك توظيف الشباب من الجنسين. خليني أقول لحضرتك أنه دي المرحلة الأولى اللي تم تدشينها، ودي بتضم حوالي 35 سيارة نصف نقل ثلاجة بسعة 2 طن بتغطي حوالي 11 محافظة، ودي المرحلة الأولى القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإقراعية وشمال سيناء والمنيا وبني سويف والمنوفية. وطبعا ده بيشجع فكر انه يبقى فيه توظيف ل 127 شاب على السيارات، بواقع 105 شاب موجودين سواء سواقين او اثنين لكل سيارة بيبيعوا، بالاضافة لاثنين كمان منسقين في كل محافظة بحيث يبقى احنا كده موجودين 22 شاب بينسقوا المحافظات، بحيث يبقى المنظومة اللوجستية لتوافر هذه السلع وهذه السيارات بتكون موجودة بشكل جيد. ايه ابرز السلع الموجودة في هذه السيارات؟ يعني هو حوالي 30 سلعة. لو جينا بصينا ونسب التخفيض فيها كام تقريبا كمان يا دكتور؟ هي اسعارها تنافسيه بشكل كبير جدا، يعني لو جيتي بصيتي حضرتك يعني لو جينا مثلا اللحوم بتلاقي مثلا اللحوم المجمده المورده بحوالي 55، زيت الزيتون بحوالي 55 جنيه، العبوه بتلاقي فيه عسل نحل، بتلاقي فيه دواجن، بتلاقي حضرتك كمان في زبده، بالاضافه الى حوالي 30 سلعه موجودة في السلع اللي بتتعرض واللي هي بتغطي احتياج أصيل لأهلنا في المحافظات المصرية. الحقيقة أن الواحد فعلا سعيد يا دكتور بهذه المبادرة، مبادرة شباب الخير، لأن أعتقد أن هي يعني منظومة متكاملة، سواء يعني خدمة للشباب وفي نفس الوقت خدمة لكل المصريين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة.